خبر حزين عرفناه امبارح وتأثرنا بيه بشكل كبير، لأنك لما تتكلم على فنان هو انت ما بتعتبروش ضيف يعني في البيت او في الاسره المصريه كده، خلاص انت ارتبطت بيه سنوات طويله باعمال كتيره ومهمه، بتقله بشغله بعظمته، عمده الدراما المصريه الفنان الكبير صلاح السعدني اللي توفى امبارح عن عمر يناهز 81 سنه. فنان صلاح السعدني مش مجرد فنان قدم اعمال ناجحه وبس، بقول لحضراتكم هو جزء كبير من ذاكره اجيال كتيره. فنان مصري اصيل، ابن الطبقه الوسطى، ابن الفلاحين، ابن الصعايده، ابن كل الطبقات، لان كلنا شفنا نفسنا فيه وفي اعماله وحتى في ارائه لما كان بيطلع في برامج تلفزيونيه قد ايه فنان كبير، فنان مثقف، لما بتقول عليه السهل الممتنع. مسيرة كبيرة حافلة، 200 عمل في السينما وفي التلفزيون والمسرح، وبدأ حياته على المسرح، مسرح كلية الزراعة مع صديقه الزعيم عادل إمام. فتقدر تقف عند إيه ولا إيه من أعماله؟ يعني لما بنقول العمدة يعني ليالي الحلمية، فبطريقته بخفة دم، والعمدة سليمان غانم، كتير من الأعمال، شارع المواردي، نصر وهدام، أرابيسك، حسن النعماني طبعا، الحاج عبد القادر في الناس في كفر عسكر، وغيرها وغيرها من الأعمال. حتى لو هو يعني ابتعد عن الأعمال الفنية الفترة اللي فاتت، لكن بيفضل دايما الكبير العمدة صلاح غانم، صلاح السعدني. عمدة الدراما المصرية رحل عن عالمنا صباح أمس الفنان الكبير صلاح السعدني الملقب بعمدة الدراما المصرية عن عمر يناهز 81 عاما، تاركا إرثا فنيا هائلا وأعمالا وصفت بالعبقرية. بقول إيه يا محترمين، فتحوا لي عينيكم وفتحوا ودانكم وصحولي. الفنان الراحل من مواليد 23 من أكتوبر عام 1943 بمحافظة المنوفية، ونال تعليمه حتى حصل على بكالوريوس الزراعة، وكانت فترة تواجده في الجامعة هي بدايته الفنية الحقيقية، حيث وقف على خشبة مسرح الجامعة مع رفيق الرحلة الزعيم عادل إمام لينطلق إلى عالم الشهرة والمجد. كان العمل الأول للعمدة عام 1960 من خلال مسلسل الرحيل، لينطلق بعدها في عدد من الأدوار الهامة حتى حقبة السبعينات التي شهدت الوهج الفني له، ليقدم عددا من الأعمال الهامة كفيلم الأرض للراحل يوسف شاهين، وفيلم أغنية على الممر، وبائعة الحب، وطائر الليل الحزين، وغيرها. حصل الفنان الراحل على فرصة البطولة المطلقة، ولم يرفض تقديم البطولات الجماعية في الوقت نفسه، فقدم أعمالا هامة كفوزية البرجوازية، ولمن يبتسم القمر، والمحترفون، وزمن حاتم مهران، وغيرها. من حقهم يبعتوا، ومن حق أتعب، ومن حق أي واحد يعمل أي حاجة في أي حاجة. كانت الدراما التلفزيونية هي الطريق الذي وصل به إلى قلوب وعقول الجمهور ليحجز لنفسه مكانة مرتفعة، فمن منا ينسى دور سليمان غانم في رائعة ليالي الحلمية، ونسيم في شارع الموردي، ونصر وهدان القط في حلم الجنوبي، وحسن النعماني في أرابيسك، والحاج عبد القادر في الناس في كفر عسكر، وغيرها من الأعمال. لكن الورشة بقى شغل وإدارة مسؤوليتي أنا لوحدي، وأنا اللي أقول الشغل ده ناخده وده ما ناخدوش، ده ينفع وده ما ينفعش. أنت معاك بكالوريوس فنون تطبيقية على عيني وراسي من فوق، لكن ده عدم المؤاخذة تروح تتوظف بيه في أي حتة، لكن لما تشتغل هنا في الورشة دي يبقى تسمع الكلام اللي أنا بقوله. الفنان الراحل ترك لنا أكثر من 200 عمل فنية صنفت من الأعمال الثقيلة، وشارك بفيلمين في قائمة أفضل 100 فيلم
في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996، هما الأرض عام 1970 وأغنية على الممر عام 1972. مسلسل القاصرات عام 2013 كان آخر الأعمال الفنية للراحل، وبعدها قرر الابتعاد عن الساحة الفنية والتواجد بين أبنائه وأحفاده والبعد عن الأضواء تماما، حتى رحل عن عالمنا في صمت وتشييع جنازته بتواجد العشرات من نجوم وصناع الفن المصري.